السلام عليكم أبنائي الأعزاء، دلوقتي إحنا بنتابع الوحدة الرابعة الدرس الثالث محمد علي واليا على مصر، وده طبعا محمد علي. أخدنا في الدرس السابق إن الحملة الفرنسية خلاص رحلت وكان ليها نتائج درسناها في الدرس اللي فات. دلوقتي يا ولاد الحملة الفرنسية خلاص ما بقتش موجودة، مصر أصبح فيها فراغ سياسي وأصبح فيه قوى بتتنازع وبتتصارع على إن كل واحدة فيهم عايزة تاخد مصر. الكلام ده سنة 1801 بعد ما الحملة الفرنسية خرجت من مصر، فمصر اشتكت كتير جدا وعانت وتعبت من حالة من الفوضى بعد رحيل الحملة الفرنسية، فتنازعت عليها عدة قوى عشان كل واحدة فيهم عايزة تنفرد بالحكم. تعالوا نتعرف على القوى اللي تنازعت على حكم مصر. تنازع علينا أربع قوى. أول قوة وكانت شايفة إن هي صاحبة الحق بقى بعد ما فرنسا تخرج إن هي تاخد مصر، أول قوة وهي القوة العثمانية اللي هي الدولة العثمانية، كانوا يرون أنهم أصحاب الحق الشرعيين في إنهم يحكموا مصر تاني، لأن أساسا مصر كانت تبع الولاية العثمانية قبل دخول الفرنسيين والمماليك أصلا. تمام، يبقى معنى كده أو يعني أيام المماليك لما أخدوا من مصر لما أخدوا مصر من المماليك بعد موقعة الريدانية خلاص بقت مصر بتاعتهم. فمين اللي جه وخد مصر؟ الدولة الإيه؟ دولة فرنسا. فهم بقى قالوا خلاص فرنسا خرجت، يبقى احنا أصحاب الحق الإيه؟ إن احنا ناخد مصر مرة أخرى. فابتدى السلطان العثماني يعين عدد كبير من الولاة، جمع والي. المصريين ما كانوش بيتقبلوا الولاة دول، وكانوا يا إما بيقتلوهم يا إما بيخلوا السلطان العثماني يعزلهم عن ولاية مصر، وكانوا بيدبروا ضدهم مؤامرات كتير. فيبقى أول قوة قوة الإيه؟ العثمانيين. طب إيه السبب إن هم شافوا إن هم أحق في إن هم ياخدوا مصر؟ إن هم كانت مصر أصلا تابعة للولاية العثمانية. القوة الثانية قوة المماليك. طب اشمعنى يعني المماليك عايزين ياخدوا مصر ليه؟ علشان كانوا أكتر ناس دفعوا عنها وخاضوا حروب ومعارك ضد فرنسا لما كانت فرنسا عايزة تحتل مصر، فقالوا احنا الأحق بإن احنا نحكم مصر عشان احنا أكتر ناس قاتلنا الفرنسيين عشان نحقق استقلال مصر. القوة الثالثة انجلترا. فاكرين لما قلنا ان فرنسا هي اللي لفتت نظر العالم الغربي لأهمية مصر وخصوصا انجلترا؟ انجلترا بقت قاعدة ومش عايزة تمشي الجنود بتوعها من مصر عشان ممكن ان هي تاخد مصر في يوم من الايام، ففضلت قاعدة بالجنود بتاعتها وتطلعوا الى حكم مصر، وخصوصا ان مصر بالنسبة لهم مهمة جدا عشان يقدروا يوصلوا لمستعمراتهم في الهند. دي القوة رقم 3. القوة الرابعة بقى اللي الكل كان مش واخد باله ان هي موجودة، وهي الزعامة الشعبية. ما كانوش عاملين لها حساب بس هي ابتدت تبقى موجودة بالفعل، وهي قوة المصريين وقوة الشعب المصري اللي كانت بزعامة المشايخ والعلماء. تمام، اللي ساهمت كتير في طرد الفرنسيين وتولية محمد علي زي ما هنشوف بالظبط دلوقتي. يبقى كان عندي كام قوة؟ أربعة: العثمانيون، المماليك، الإنجليز، الزعامة الشعبية. ده يا ولاد نقيب الأشراف السيد عمر مكرم. هنشوف دلوقتي كان ليه دور كبير جدا هو وعبد الله الشرقاوي في تولية محمد علي. طيب الشعب بقى ايه كان دوره في تولية محمد علي؟ محمد علي يا ولاد ده جندي كان موجود في مولود في مدينة في شمال اليونان اسمها مدينة قولة، دخل مصر واتمنى ان هو كان يعتبر من جنود السلطان العثماني، كان نفسه يعني ياخد مصر في يوم من الايام ويعتبرها الولاية بتاعته ويبقى والي عليها في يوم من الايام، وابتدى الحلم بتاعه يتحقق. الشعب المصري وجد في ان محمد علي هو القائد المناسب ان هو يتولى زعامة مصر، فابتدوا يجتمعوا زعماء الشعب المصري والعلماء
في دار المحكمة إمتى؟ 13 مايو 1805، وقرروا عزل الوالي خورشيد باشا اللي كان عينه السلطان العثماني في مصر، وكان ظالم جدا وما كانش بيقدر يدفع رواتب الجنود والمصريين ما كانوش عاوزينه، وقالوا للسلطان العثماني احنا عايزين نولي مكانه محمد علي. طيب مين اللي اتجه الى دار المحكمة؟ مين الزعيم اللي اتجه لدار المحكمة؟ عبد الله السيد عمر مكرم، اهو ادي عمر مكرم نقيب الاشراف، والشيخ عبد الله الشرقاوي، وهو ده الزعيم يا ولاد عمر مكرم. طيب عبد الله الشرقاوي كان مين؟ كبير العلماء، اتجهوا الى السلطان العثماني وقالوا له احنا هنختار محمد علي علشان يبقى هو الوالي بتاعنا، وراحوا لمحمد علي واختاروه والبساه لباس الولاية، واخذوا عليه عهدا انه ما يعملش اي حاجة الا لما يرجع للزعامة الشعبية بقيادة عمر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوي. طبعا السلطان العثماني ما وافقش في البداية، يعني كان رد السلطان العثماني ان هو مش موافق، يعني كان رد فعله قال لهم لا انا مش هوافق على تولية محمد علي. الكلام ده كان في البداية بس، رفض ان هو يولي محمد علي، ورفض طلب الزعماء المصريين من العلماء والمشايخ، واصدر بعد كده لما ضغط الشعب المصري على السلطان العثماني اضطر ان هو يوافق على انه يولي محمد علي ولاية مصر سنة 1805. محمد علي دلوقتي خلاص هو الوالي سنة 1805، بس واجهته شوية صعوبات. تعالوا نتعرف على الصعوبات دي ونشوف ازاي واجهها. اول صعوبة واجهها محمد علي حملة فريزر، وده كان قائد انجليزي بعتته الدولة الانجليزية انجلترا الى مصر حتى يطرد او يخلص مصر من محمد علي. كانت الكلام ده كان 1807. يبقى سبب الحملة دي ان انجلترا عندها رغبة في السيطرة على مصر، فارسلت حملتها بقيادة فريزر الى الاسكندرية، ودارت معركة كبيرة جدا زحف فيها القائد فريزر الى رشيد، ولكن قابلوه اهل رشيد بقوة وشجاعة هم واهل الحماد، وقدروا ان هم يطردوا حملة فريزر من مصر، مما ادى الى فشل هذه الحملة الانجليزية وجلاء القوات الانجليزية عن مصر. ودي يا ولاد صورة من حية من صور الحملة الانجليزية اللي هي حملة فريزر سنة 1807، ودول اهل رشيد الشجعان اللي قاوموا الحملة. الصعوبة التانية وهي اللي واجهها محمد علي انه ازاي يقدر يتخلص من الزعامة الشعبية. يا ميس ازاي هيتخلص من الزعامة الشعبية اللي هم اساسا ساعدوه؟ هو للأسف عايز يتخلص من الزعامة الشعبية علشان يبقى حر، ينفرد بحكم مصر، ما يبقاش في حد يقوله انت عملت ده ليه وما عملتش ده ليه. لان كان قلنا قبل كده ان هم لما اجتمعوا في دار المحكمة عمر مكرم وعبد الله الشرقاوي والزعامة الشعبية كلهم اشترطوا عليه، قالوا له هنوليك بس بشرط ما تعملش اي حاجة الا لما ترجع لنا، فحس ان هو لازم يتخلص منهم. طب عمل ايه؟ قام بنفي عمر مكرم الى دمياط. يعني دمياط دي داخل ولا خارج مصر؟ داخل مصر. يبقى هو كده نفاه داخل مصر في مدينة دمياط. طيب قام بعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي من منصبه، يعني قال له ايه؟ خلاص اقعد بقى في البيت، مش عايزينك تشتغل في الايه؟ كشيخ في الازهر. يعني انتهى شغل الايه؟ الشيخ عبد الله الشرقاوي. يبقى هو اتخلص من الزعامة الشعبية بالاتنين دول، عمر مكرم نفاه الى دمياط وفصل عبد الله الشرقاوي من شغله، عزله يعني. في بقى مشكلة تالتة واجهته وكان لازم يتخلص منها، المماليك. هو مش عايزهم خالص وعايز يخلص منهم، بس للأسف الشديد اتخلص منهم بشكل صعب جدا، هنشوفه دلوقتي. دبر لهم مكيدة وخدعة
سنة 1811 في مارس عشان يقضي على المماليك تماما. دعاهم لحفلة في القلعة بحجة انهم هيحتفلوا معاه بان ابنه توسون هيروح لحملة الى الحجاز، وفعلا المماليك لبوا الدعوة وراحوا الى القلعة، وابتدى فعلا يتخلص منهم ويقتلهم اغلبيتهم، واللي نجوا منهم فروا الى السودان، والباقي تعقبهم ابنه ابراهيم الكبير وخلص عليهم. يبقى هو كده قدر يخلص من المماليك. يبقى في كام مشكلة واجهوه؟ تلاتة: حملة فريزر، والحمد لله شجاعة المصريين قدرت ان هي تتخلص منهم. والمشكلة التانية الزعامة الشعبية وقدر يتخلص منها سنة 1807، والمماليك تخلص منهم سنة 1811 في مذبحة القلعة. ادي دي يا ولاد مذبحة القلعة. وبذلك تمكن محمد علي من القضاء على الثلاث مشاكل اللي واجهوه، وهم تاني حملة فريزر 1807، الزعامة الشعبية 1809، والمماليك 1811. معلش يا ولاد انا قلت لكم في الزعامة الشعبية 1807، بس هي ايه 1809، هي مش عليكم السنوات بس عشان ايه تصحيح المعلومة. ودي كانت شكل مذبحة القلعة، وازاي هو قدر ان هو يتخلص منهم وقام بقتلهم جميعا. وزي ما اتفقنا اللي قدروا يهربوا منهم هربوا الى السودان، والباقي ابنه ابراهيم تعقبه. والى اللقاء في الدرس القادم، السلام عليكم.